سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة. أيضا برحب بمشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك والبث المباشر الآن. إحنا معاكم على الصفحة مباشرة، وياريت النهاردة تشاركوا حلقة اليوم مع أصدقائكم وصفحاتكم الخاصة. من عدة شهور قدمت لكم حلقة بعنوان عابرة من نوع آخر، شاركتنا فيها الأخت سالي بقصة رحلتها مع المسيح، والحقيقة كانت تفاعلاتكم مع القصة كبيرة جدا، وكانت مبهجة بالنسبة لي أني أشوف أنكم اتأثرتم باختبارها. والنهاردة سالي بتشرفني الأول مرة في الاستوديو. أهلا بك يا سالي. أهلا أخت أماني. أنا اللي بتشرف يعني أكون معك. ربنا أشكر الرب حبيبتي، أنت فعلا بركة كبيرة لينا، وأنا سعيدة النهاردة يبقى عندك مساحة أكبر أنك تشاركي مع المشاهدين اللي عملوا في حياتك الرب. أمين. فيعني حابة أقول لكم مرة تانية للي ما شافش الحلقة موجودة على صفحة المرأة المسلمة أو صفحة قناة الحياة تحت برنامج المرأة المسلمة بعنوان عابرة من نوع آخر، حطها لكم على الفيسبوك علشان تفتكروا الاختبار. لكن الأخت سالي هي من خلفية مسيحية وبتقدم برنامج على اليوتيوب اسمه امتحنوا الأرواح، وبتقدمه باللغة الأشورية، وهي تكلمنا عنه دلوقتي، وهي دي خلفيتها كمان. تكلمينا عن الحكاية دي كمان شوية. ويعني بس عايزة أدي لمحة، معظم مواضيع البرنامج بتنبع من مجتمعها ومن ثقافتها واللي هي تربت عليه داخل الكنيسة أو في المجتمع الأشوري إذا ده صح. لا. لكن بالرغم من كده، فأنا يعني بوعدكم أن النهاردة هتكون الحلقة دي هتثير اهتمامكم وهتلمس قلوبكم بشكل شخصي أيضا وبشكل كبير، لأني عايزة أنكم تفكروا وإنتوا بتسمعوا الكلام النهاردة والحوار، تفكروا كل واحد مين مننا يفكر بشكل شخصي. هتشوف اللي هنناقشه النهاردة ممكن يترجم في حياتك بشكل مباشر جدا، وهيكون في رسائل هامة جدا أنا مهتمة أنكم تسمعوها النهاردة. عندي نقطتين أساسيتين عايزة أناقشهم معاكم ومع سالي النهاردة في الحلقة. النقطة الأولى هي أنه الإيمان الحقيقي يغير، الإيمان لازم يكون نتيجته تغيير حقيقي، وعايزة أعرف ده من خلال رحلتك. النقطة الثانية بقى هي أنه الإيمان العامل فينا لازم هيكون له نتائج، وأنه النتائج دي هتكون مستمرة في النمو، مستمرة في التأثير، مستمرة في الظهور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنه الإيمان اللي وضع فينا وكان ليه نتيجة لازم النتيجة دي تظهر في حياتنا وتظهر وتأثر على اللي حوالينا وتظهر في دعوتنا لخدمة الله. الحلقة دي أنا سميتها قلبي على بنت شعبي. الآية دي واضح أنها كان ليها أثر فيك، لكن الحقيقة سالي اللي أنا ما قلته لكيش وحابة أقوله قدام المشاهدين أنه أنا دايما باخد وقتي في الصلاة الصبح بدري مع الرب، لكن كنت بسأل الرب هسمي الحلقة إيه، عايز يسميها هو إيه، وصحيت على الرب بيقول الكلمة دي في ودني، قلبي على بنت شعب. وبصيت في الكتاب المقدس فين كانت موجودة الآية دي، تكررت في أرميا وتكررت في إشعياء، لكن أرميا النبي كان بيكرر التعبير ده وبيعبر عن حزنه وألمه الشخصي على خراب الشعب، على خطية الشعب، على بعدهم عن الرب. والألم ده تولد في حياة أرميا النبي من خلال إعلانات الله وإعلانات الله لي، ويعني من محبته لشعبه ومن محبته لله وارتباطه بشعبه بيقول من أجل سحق شعبي أو بنت شعبي أنا انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة من اللي حاصل في شعبي. وبتجد إن هو وهو بيعبر عن الألم ده أحيانا بيتكلم بكلام الرب نفسه، فالرب بيقول له مثلا قول لهم كده
أنا إن سكبت عيناي نبيع ماء على بنت شعبي وهكذا، يعني مش هيكفي إنه يعني بكائي وألمي على خطية شعبي أو بعدهم عني. أرميا النبي هنا كان بيعبر عن محبة الله للشعب وتأثره هو باللي ربنا وضعه في قلبه. إزاي ده أثر في حياتك أنتي؟ من الواضح إنك بتكلمي ناس مهمين ليكي. أكيد. إزاي البداية كانت؟ إيمانك ده إزاي أثمر في حياتك؟ أخت أماني، أنا أولا بحب النبي إرمياء كثيرا يعني، وفعلا بحب محبته لشعبه بالرغم من كل الاضطهادات ومن كل الظروف الصعبة اللي كان هو فيها. ولكن حسب ما قلتي هذه كانت محبة، هو يعكس محبة الله للشعب. فاللي بيحب شعبه واللي بيحب الناس اللي تربى فيها بينهم يعني، ويحب انهم يشوفهم مخلصين وقريبين عن الرب، لابد وان يتكلم عن الرب لهم. يعني انا كنت في سنوات كثيره اخدم مع يعني في وسط شعبي، كنت بحب اني اخدم الرب، كنت بحب الرب واحبهم واحب اشوفهم بيحبوا الرب زي احنا ما بنحبه، او هو زي ما بيحبنا يعني، او يعرفوا شخصه يعني يكون لهم علاقه حقيقيه مع الرب وحسب كلمه الرب. ففي وقت من الاوقات بوسط كل الخدمات التي كنت يعني اخدم فيها الشعب في بينهم يعني، الرب حط على قلبي اني لا، هناك الكثير من الاشياء الاخرى التي يجب ان تخدميني فيها لهذا الشعب بالذات. يعني انا في امتحن الارواح الذي هو اسمه في الاشوريه سخسمون الروخة امتحن الارواح، وهذه كلمه يعني او عباره من الكتاب المقدس، هي وصيه كتابيه من رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 عدد 1. امتحنوا الأرواح أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح. فحبيت أني أمتحن اللي تعلمنا وإحنا صغار، أو تربينا عليه وإحنا من مسيحية، من خلفية مسيحية، وأرجع للكتاب المقدس لأعرف هل إيماني مبني على كلمة الله؟ هل إيماني يساعدني أن أكون في شركة مع الرب يسوع المسيح؟ هل أنا في علاقة حية مع الإله الذي أحبني حتى المنتهى؟ فعندما يعني الرب لمسني وأنا ابتديت معه الرحلة، حبيت أني أشوف الناس اللي تربيت معاهم واللي خدمت معاهم واللي بحبهم من كل قلبي، إن هم كمان يأتوا إلى هذا الرب الجميل جدا الذي هو أبرع جمالا من بني البشر، ويكون لهم علاقة، لأن هو يعني واقف فاتح إيديه، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فالكيد اللي بيحب شعبه لازم يخدم بيناتهم، وحبي لشعبي خلاني أتكلم معهم بلغة القلب التي هي لغتهم الأم. يعني غالبية الأشوريين يا أما يعرفوا اللغة العربية أكيد، أو اللغة الإنجليزية إذا هم في الغرب، ولكن محبتهم للغتهم الأم واعتزازهم بها شيء يعني أقدره وأحترمه، وأنا أيضا يعني أحب هذه اللغة، لذلك جاء امتحن الأرواح باللغة الأشورية ليلمس قلوبهم. نعم. أمين. وهو دي فكرة الإيمان العامل. نعم. ربنا عمل في قلبك وابتديتي تفكري في أهلك وشعبك، ودي دعوة خاصة جدا. كتير من الناس مثلا على صفحتنا يقولون وانت مالك ومال المسلمين، مثلا تكلمي المسلمين ليه، ما تكلمي المسيحيين. كل إنسان مننا ليه دعوة، ومش بالصدفة ان انا خرجت من عائلة مسلمة ومن مجتمع مسلم، علشان كده انا بكلم اهلي، لانه قلبي بينفطر لما الاقي ان هم عندهم اكاذيب من الشيطان في حياتهم، وانهم خدعوا فابتعدوا عن الله الحقيقي. الهدف اننا ننظر لعمل الله في حياتنا ونعرف شخص الله الحقيقي، عشان كده يمكن في برنامج المرأة المسلمة بنركز أكتر على شخص الله. أكيد. وإيه يعني الإسلام مليان حاجات تقدري تقولي عليها تشابهات، يقولوا مثلا إحنا بنعبد نفس الإله. لا طبعا ما بتعبدش نفس الإله، لأنه أكيد. أكيد. الشخصية مختلفة خالص جدا. نعم. وما
ميزان الله في الأمور في الكتاب المقدس يختلف عن ميزان الأمور في الإسلام بالكامل. لكن بيدخل يعني في تعليمنا عموما في حاجات مثلا لما باجي اتكلم فيها سالي من الإسلام بلاقيها إنها يمكن ما تكونش من أصل التعليم الإسلامي ولكن من أصل الثقافة الإسلامية، وهناك فرق. فهل ده كان له أثر في بحثك في من خلال مجتمعك الأشوري؟ هل لقيتي أمور خلاتك تقولي لا دي ثقافة غلط، أو ده في تقليد في الكنيسة كمان ساعات بيكون ارتبط بالثقافة أكتر ما ارتبط بالكتاب؟ أمين. يعني صح. تقدري تشرحي لي الحتة دي شوية؟ أختي أماني، أنا يعني البرنامج كله إجا فكرته هو أن أتكلم عن هذه الأمور التي هي خارج الكتاب المقدس أو خارج الإيمان المسيحي الصحيح المبني على كلمة الله. فأكيد مثل ما يعني نشوف في أفكار كثيرة وتقاليد كثيرة ويمكن تعاليم ثقافية في الإسلام، في أحيانا نجد أمور نفس الشيء في موجودة في المجتمع المسيحي، وفي كثير من الثقافة الإسلامية حتى في المجتمع المسيحي. يعني أنا عملت حلقات عن الخرافات الدنسة العجائزية، مثلا الحسد والفنجان وقراءة الكف وإلى آخره. وهذه أمور يعني أنا اختبرتها في حياتي، يعني حتى في بيتي كانت هذه الأمور تحصل، يعني قراءة الفنجان والحسد إلى الآن. يعني نجد مسيحيين مثلا لابسين مش صليب بس عين، فهذه الثقافة كلها ضد الله. قد تكون أيضا من المجتمع الذي تربوا فيه، ولكن يجب كمسيحيين أن نرجع إلى الكتاب ونرى هل هذه الثقافة يعني هي ثقافة ترضي الله أم هي فعلا ضد الله. فامتحن الأرواح يفعل هكذا أكيد. أكيد. طيب أنا عايزاك تكلميني في الحتة دي، لأنه دي كانت هتبقى من ضمن أسئلتي. أنت عارفة أن احنا عملنا سلسلة عن الخرافات دي وقراية الفجال والجن والكلام ده كله. من ناحية الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما بيتكلمش عن الحسد بنفس الفكر أو الخلفية اللي بيتكلم عنها الإسلام والثقافات الشرقية عموماً. العين، أنا بصلي فاتنظرت، بصلي فمرت، ضربني عين، ويقول لك في حاجات، في شعاعات بتطلع من العين تخبط في الإنسان فيصاب. احكي لي في الحلقة دي أنت إزاي قدرتي توصلي لشعبك إنه دي حاجة مش من الله. يعني بشكل بسيط، أنا في الحلقة دي وفي كل الحلقات أنا عادة بفتح الكتاب المقدس. يعني أنا ما بتكلمش أبدا من فكري. أنا بفتح الكتاب، بعرض العادة الغلط أو التقليد الغلط أو الفكرة المغلوطة، ويعني أفحصها في ضوء كلمة الله، فأفتح الكتاب المقدس وأعطيهم فكر الله. طيب ماذا يقول الله؟ يقول إنه ما اللي بيتبع جان أو السحر والعرافة كلها مكرهة عند الرب. فهذه آيات كتابية، الله يقول لنا إن هذه هي مكرهة عند الرب. بالشكل يعني المسألة بسيطة جدا، بس لأن للأسف في كثير من الأحيان الناس يعني بتعمل الأشياء اللي متعودة عليها اللي شايفتها، سواء كان من أهاليها أو من المجتمع، ولا ترجع إلى كلمة الله لتفحص ماذا يقول الرب عن هذا الأمر الذي أنا أفعله. فأكيد أنا فتحت الكلمة وخليت الرب يتكلم. يعني روح الله هو الذي أوحى بالكتاب. فخلاص الناس إذا تفتح الكتاب المقدس، صدقيني أماني، في كثير من الأحيان هي ستكتشف بأن الأمور التي تفعلها غير صحيحة وغير يعني الله لا يرضى عليها. مظبوط. من ناحية الخرافات والحاجات دي، يعني بس ندي مثل للناس إنها ضد الكتاب تماما. أكيد. يعني مثلا من الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده، إنه مثلا يقول لك إيه، ما تقابلي بيبي جديد مثلا ما تقوليش عليه حلو. عندكم كده برضو تقريبا اشياء كده، او في ناس بتجيب صليب ومع خرزه زرقاء. انا كان عندي صديقه يعني 4 اولاد، اعطتني صليب والخرزه، فكنت بشيل الخرزه وبكبها في الزباله وبحط الصليب. يعني وهذه عادات يعني
فأكيد نعم. يعني مأخوذة من المجتمع اللي كنا فيه، بس في كثير من هذه الأشياء بس للأسف. المفهوم اللي ورد يعني دلوقتي إهدتك الصليب والخرزة، فهي أضافت أنه في عامل آخر غير حماية الله. طبعا الصليب مش هو اللي بيحمينا، الصليب رمز. رمز لكن يعني فكرة أنه هناك إضافات لعمل الله في حياتك يمكن أنها تعينك على الحياة، دي فكرة بعيدة عن الكتاب المقدس خالص. أخت أماني، هي بس مش إضافات، إضافات هي يعني إذا أنت تؤمني بأن الحماية آتية من الرب وتضعين خرز أو أي شيء آخر، أنت أكشلي تناقضي أن هذه الحماية. لا، أنت بتقولي طب أنا بؤمن بأن الرب يحمي، ولكن أيضا في عندي خرزة زرقة. طب أنا يعني نقضت الكلام زيادة التأكيد. يعني لا، وأنا خلاص شلت حماية الرب وحط بدلتها بالزرقة الخرزة أو أي شيء آخر يعني. أو أي حاجة، أي حاجة أو يعني أنك ترفع إيدك قدام حد أو التخبيط على الخشب، على الخشب يعني امسك الخشب يعني. أيضا شيء تاني في النقطة دي، مثلا أنك تقولي أنت فلان ده وحش عشان ما يتحسدش مثلا. لا أكيد. مع أنه الكتاب المقدس بيعلمنا أنه كلامنا كله لازم يكون بركة. أكيد. وأنه كلام يعني كلامك وأنت بتتكلم على طفل او 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 الشخص اللي قدامك على ايا كان، يعني فرح في اي حاجه، دايما بنبقى خايفين حد يقول حاجه فالعروسه تتحسد، الجوازه تبوظ، حاجات زي كده. مع انه كلامك كمؤمن وكمؤمنه حسب الكتاب المقدس لازم يكون كله صلاه، امين، لازم يكون كله بركات. يعني شفتي انه هل جالك تعليقات على الحلقه دي؟ هل الناس ابتدوا يغيروا الفكر ده شويه في اكيد يعني معظم التعليقات كانت ايجابيه، بس في كانت تعليق اتذكره يعني قال يعني احنا هذه الاشياء تربينا عليها لمئات السنين، فهل يعني انت جايه تغيرين الوضع؟ فهو وهذه هي يعني المشكله، انه هذه الاشياء، هذه هي النقطه، انه احنا فعلا تربينا على امور كثيره لسنوات عديدة وربما لأجيال، فهذا بس هذا لا يجعلها صحيحة. مزبوط. يعني مثل المسلمين مثلا، أنت خدمتك بين الناس اللي تربيتي فيهم ومن خلفية مسلمة، يعني الرب دعاكي أنك تتكلمي مع مع إخوتك المسلمين طبعا. وتقولي طيب احنا تربينا كمسلمين لقرون من الزمان، طيب هذا اللي تربينا عليه هل هو صح؟ لا، ففتحتي القرآن وفتحتي الكتاب المقدس و يعني عملتي نفس الشيء، أنه قارنتي وتكلمتي وشفتي كلمة الله الحية والفعالة ماذا تقول عن هذه الأمور. فمجرد أننا تربينا على أمور ولا نعرف غيرها أو ربما قالوا لنا، لأن احنا كمان في المسيحية أو في مش المسيحية كعقيدة ولكن في المجتمع المسيحي نسمع كثيرين يعني قالوا لنا، يعني قالوا لنا فكذبوا. نعم. يعني كذبوا فعلا أحيانا في هذه التعاليم أو هذه الأمور التي هي ضد كلمة الله. نعم. فعلينا أن نرجع إلى كلمة الله كمسيحيين مؤمنين، نحب الرب يسوع المسيح ونحب أن يكون تكون علاقتنا مبنية على الحق الكتابي، يجب علينا أن نعود. نعم. ده ياخدني بقى لأهمية الكتاب المقدس. أمين. أنا عارفة أنه في رحلتك أنت قضيتي وقت كبير مع الكتاب المقدس. أمين. وعارفة أنه كتير من خدام قناة الحياة كان اليوم أكيد. أثر في حياتك. كلمينا أو عايزك تكلمي المشاهدين بشكل أوضح، رحلتك مع الكتاب علمتك إيه؟ وإزاي درستي؟ أنت حكيتي لي كذا مرة كنت بقعد قدام البرنامج ده واخد الهايلايترز، أيوة، الألوان والألوان، أيوة. فاحكي لنا رحلتك مع الكتاب المقدس إزاي ابتدت؟ أنا أكيد لأني من خلفية مسيحية، فدائما كان يوجد كتاب مقدس في البيت باللغة الأشورية واللغة العربية، فكنت أحيانا أقرأ يعني لأن كنت بروح على الكنيسة. ولكن فعلا ابتدأت ألتزم بالكتاب المقدس أو أحب أن أسمع كلمة الله من لأني شفت في قناة الحياة يعني الناس دائما تتكلم كتابيا، فعندما يعني حبيت أني فعلا أسلم حياتي للمسيح، حبيت أني أعرف عنه أكثر، ففتحت الكتاب المقدس. أكيد فكرت مرة يعني يمكن أكثر من مرة أنه هذا صعب علي، لن أفهم، ولكن يعني ما تنازلت ولا استسلمت. شوي شوي بدأت أقرأ، أكيد ابتديت من العهد الجديد لأن كنت دائما أسمع أنه أسهل،
يعني شوي شوي حسيت أن الرب فعلا بيكلمني. حسيت أن الكتاب المقدس هو ليس كتاب معلومات وإنما هو كتاب شخصي جدا. الله خالق المسكونة، الله الذي في يديه كل أمور حياتي، هو يكلمني شخصيا، يعني يكلم سالي شخصيا وسالي تفهم. يعني أنا ابتديت شوي شوي أسمع كلام الله أو أسمع صوته من خلال الكلام، وهذا أكيد حفزني أني أقرأ أكثر. يعني حبيت أنه أنا بسمع الرب، أنا مش بس بقرأ معلومات. وأكيد ابتدت الرحلة مع الرب ومع كلمته، يعني تتزايد يوم ورا يوم. أكيد لكل إخواتنا المشاهدين، أنا عايزة أقول لك النهاردة، لو أنت ما بتاخديش وقت تقري الكتاب المقدس لأنك عارف فاكرة أنك مش هتفهميه، عايزاكي تعرفي ان دي كذبة من إبليس. لأن الكتاب المقدس هو صوت الله، والكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الفعالة اللي ربنا عايز يتواصل معاكي بيها. بيحصل تغيير فينا لما نبتدي نقرأ الكتاب المقدس. بتلاقي انه قلبك بيحب الوقت اللي انت بتقضيه لأنك بتسمعي صوت الله، ولأنك بتتعلمي، ولأنك بتفهمي. وبعدين بيحصل بقى، بتيجي لما تبتدي تفهمي وتتعاملي مع روح الله، دي يحصل حكاية تمييز الأرواح. أكيد تسمعي حاجة تقولي لا، في حاجة في قلبي مش مرتاحة للكلام ده، خليني أروح أبحث. أوكي. فكانت أنت حكيتيلي أنه كانت البداية في حاجة زي كده، في تعليم حاجة لأولادك في مدارس الأحد، بصيتي في الورقة وقلتي لا، الكلام ده مش كتابي، أنا قريت حاجة مختلفة عن ده، فرجعتي للكتاب المقدس. أكيد. فزي ما حصل في حياة سالي، هو ده بقى الإيمان العامل اللي أنا بقول إنه النهاردة لو أنت من خلفية إسلامية أو لسه مسلمة، افتكري كده، افهمي لما تشوفي إنه في حاجة لا تناسب أو لا توافق قلبك، وتعرفي إنه في حاجة مش مظبوطة، ما أنتش عارفة تتواصلي مع الله، ده صحيح، لأنه هناك طريق لله يمكن أن تصلي لي من خلاله عن طريق الكتاب المقدس. اقري، افتحي وشوفي ربنا هيتعامل معاكي ازاي. سالي، يعني انت ليكي وقتك اليومي مع الكتاب المقدس، وهو ده يعني الخط الارشاد اللي ربنا مديهولك. من خلال برنامجك انت قدمتي حاجات، يعني واضح انها حاجات خرافات شعبيه زي اللي اتكلمنا عنها دي، لكن في حاجات كمان كانت بتختلط على الناس في الكنيسة. مثلا اتكلمنا عن موضوع انه هل الكتاب حرفي ام رمزي. انت عملتي حلقات عن الموضوع ده، دي حاجات مهمة بقى، دي حاجات أساسية. كلميني عن بعض الحاجات اللي اتكلمني. انا اللي يعني لحد الآن في غالبية الحلقات اللي عملتها كانت إجابة لأمور أخت أماني أنا اختبرتها بنفسي، يعني أنا سمعتها أو أنا تعاملت معها. أكيد في وقت من الأوقات سمعت، وكانت يعني حتى قيل لأولادي إنه في أمور في الكتاب المقدس ليست حرفية، مثل مثلا أبسط شيء آدم وحواء. لم يعني قيل إنه لا يوجد آدم ولا حواء، كل هذه هي أمور رمزية، أسطورة قيلت للمنفعة الروحية، ولا يوجد لا شجرة حياة ولا يوجد جنة عدن وإلى آخره. وأكيد إذا لا توجد هذه الأشياء، لا توجد الحياة القديمة، لا توجد الخطيئة، لا يوجد سقوط، تسلسل ولا يوجد أكيد الفداء، ولا نسل المرأة الذي سحق رأس الحية وإلى آخره. فراحت يعني الإيمان المسيحي صار غير كتابي وغير مفهوم. بس ده مش بس جوه الكنيسة، لأنه أنا يعني دلوقتي شايفة أنه في اتجاهات ليبرالية في الكنيسة الإنجليزية أو يعني بعض الكنائس بيكلموا بنفس الطريقة. أكيد هذا الأمر يعني صار كثير منتشر في كنائس مختلفة، وفكر يعني في بعض الأحيان كأنه ينظر إليه كفكر مسيحي صحيح، يعني أو مدرسة مسيحية، وهذا ليس كتابي. يعني أنا لا أهتم من أي جهاتي، هو غير كتابي، هو ضد كلمة الله. بأبسط الأمور، إذا آدم غير موجود، نسل المسيح الذي تكلم عنه لوقا، الذي يرجع المسيح إلى آدم،
ينفي وجود المسيح. يعني إذا آدم مش موجود تلقائيا بدون أي امتحان للأرواح بدون أي شهادات لاهوتية نستطيع أن نفتح لوقا ونرى بأن إذا آدم غير موجود هذا يؤدي إلى عدم وجود السيد المسيح يسوع المسيح المخلص. فالهدف من هذه الأقاويل وهذه التعاليم بغض النظر من أي جهة آتية هي هو الطعن في شخصية الرب يسوع المسيح الذي هو مخلص العالم الأوحد. دائماً هدف الشيطان هو الطعن في شخص المسيح. نعم. لكن أيضاً الكتاب فيه إثباتات تاريخية على الحقائق اللي موجودة فيه. ده كان جزء من حاجات ناقشتيها في برنامجك. أنا دائماً في البرنامج أفحص أو أمتحن الأرواح حسب الكتاب. يعني أنا لا يوجد شيء آخر أعتمد عليه إلا كلمة الله الموحى بها من الروح القدس التي هي نافعة لكل شيء. فإذا عندنا الكتاب المقدس ونحن نؤمن كمسيحيين بأن هذا الكتاب هو معصوم عن الخطأ، هو روح، هو أنفاس الله، فليس لنا داعي، يعني لا يوجد داعي لأي شيء آخر، وكل شيء نفحصه فاحصين الكتب حسب أكيد كلمة الله. فأنا ناقشت أمور كهذه وناقشت أمور أيضا يعني الناس كبروا عليها ولكنها ضد الكتاب. فأكيد أخت أماني كمسيحيين، يعني إحنا كنا، أنا أتذكر ويمكن قلت لك هذا الكلام من قبل، أنا لما عندما كنت في الشرق الأوسط كان دائما أسمع كتابكم محرف. أكيد وأكيد أنت سامعة هذا الكلام طبعاً. فكتابكم محرف والإنجيل الحقيقي ليس موجود، أنزل على عيسى وبعدين المسيحيين بدلوه. للأسف في أوقات يعني أنا سمعت من مسيحيين قيل لي إنه هذا الكتاب أيضا فيه أخطاء، فلما نفتح الكتاب أين الأخطاء؟ لا أحد يستطيع أن يجيب. فإبليس يعمل أحيانا في ناس من كل الجهات للطعن في كلمة الله، كما هو طعن في كلمة الله عندما تكلم مع حواء في جنة عدن. يعني أول كذبة كانت هي تكذيب أو أول خديعة لإبليس كانت هي محاولة لتكذيب كلام الله. أحقا قال الله؟ نعم. عندما يبدأ المسيح ويقول أحقا قال الله هو يعني في مشكلة كبيرة. نعم. نعم. ودي فعلا بنشوفها مع حتى المسلمين. هو فين قال المسيح أنه أن الله أحقا قال المسيح كذا؟ دي ولا يرجعون إلى الكتاب. يعني هم يعني يقولون أقاويل. طيب افحص الكتاب وشوف أين قال المسيح. يرمي السؤال بس يرمي السؤال وخلاص ويهرب. بس عندما نتكلم في الإطار الضيق أنه هناك البعض في بعض الكنائس ممكن يقول لك أصدي الكتاب المقدس رمزي، يعني وإحنا بنتناقش في مسألة رمزية الكتاب المقدس، في أمور كتيرة في الكتاب المقدس. إحنا مثلا لما نتكلم على سفر الرؤيا هناك رمزية في سفر الرؤيا، أو في حاجات إحنا لسه ما إحناش عارفينها، ما إحناش فاهمين، لأنه سفر نبوي. لكن يعني نقطة المسيح بالذات إنه التاريخ يثبت وجود المسيح، التاريخ يثبت واقعة الصلب، التاريخ يثبت واقعة القيامة. يعني هناك إثباتات تاريخية تثبت ما حدث في الكتاب المقدس، هناك وقائع تاريخية كثيرة في العهد القديم بيثبتها التاريخ. ف يعني الله لا يترك نفسه بلا شاهد ولا إثبات. في أمور شفت أنك تكلمتي فيها، موضوع أنتوا بتغنوا وترقصوا في الكنيسة. فالحقيقة لفت نظري أنه في المجتمع بتاعك أنتوا كمان عندكم نفس الانتقادات اللي أكيد. مثلا ممكن يقولها لنا المسلم هو مش عارف يعني إيه بنغني ونرقص في الكنيسة دي. أكيد. فمن ناحية مجتمعك أنت بتواجهي ده إزاي، وإيه معنى الانتقاد ده عندك؟ أنا عملت حلقة رد على مقولة أنتم تصفقون وتغنون وترقصون في الكنائس. نعم. لأن هذا قيل لي شخصيا يعني في بعض الانتقادات أو التعليقات التي أتت على البرامج الأخرى. نعم. وهذا شيء يعني دائما عندما أفحص ربما يكون تعليم تربينا عليه ولكن غير كتابي، فالرد لا يكون إنه هذا التعليم صح، هذا هو الكتاب يقول لك كذا، ولكن أحيانا اتهامات شخصية لا أعرف يعني ولا دائما كذا. بس ترقصون وتغنون قيلت لي لأنه يعني كأنه رد أو كأنه عيب أن المسيحي يصفق
ويغني أو يرنم أو يرقص في الكنيسة. فأنا فتحت الكتاب المقدس ورديت على هذا الأمر من سفر المزامير، ابتداء من سفر المزامير. نعم. الذي يقول يعني اهتفوا للرب، صفقوا بالأيادي، اهتفوا. نعم. للرب، حمدوه، سبحوه بدف ورقص. وأعطيت يعني أمثلة كثيرة من الكتاب المقدس لماذا المسيحي الذي يفرح بخلاصه بالرب يسوع المسيح. نعم. ينبغي أن هذا الخلاص يكون يعني فرح، يثمر لفرح، فرح ظاهر، فرح ظاهر. وهذا الفرح يعني قد تعبرين عنه بالتصفيق والهتاف وتسبيح الرب. يعني إذا أنت فرحانة بالرب الذي خلصك. نعم. وعارفة هذا الإله المحب جدا الذي يعني ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا، إذا استوعبنا هذا الأمر وعشناه لابد وأن نفرح بأننا كنا في عبودية إبليس ولكن نحن محررين بالابن. هللويا. فكيف لا يفرح المسيحي؟ يعني إذا لم يفرح المسيحي بخلاص الرب يسوع المسيح وبقيمته التي أعطاها الرب له، يعني هو يقول عن نفسه أنا لا أعرف أين أذهب يعني. طيب بس إحنا الحقيقة ده الكلام الكتابي الصح أكيد، وده التعبير اللي يعني اللي بيظهر عن نتيجة هذا الإيمان وهذا الفرح. لكن إحنا يعني الحقيقة مش بنتحزم ونرقص في الكنائس. لا أكيد. ولا جوه الكنيسة هيصة أو عدم نظام. إلهنا ليس إله تشويش بالتأكيد، بل إله ترتيب. واللي بيحب يعني كان سواء كان من خلفية إسلامية أو من خلفية مسيحية، إذا حابب أنك ترى كيف المسيحي عندما يفرح بالرب يسوع المسيح الذي حرره، تعال إلى كنيسة وشوف بعينك واختبر هذا الفرح، وسترى نفسك بأنك أنت لست يعني في مكان لا يحترم وجود الله. بالعكس، في خشوع كبير. وإذا لم يكن خشوع لما كان الكتاب المقدس قال في مزمور 150 سبحوه بدف ومزمار برقص وفرحين وكل الآلات الموسيقية. هو مفهوم التسبيح مختلف تماما أكيد. والعبادة عن طريق التسبيح يختلف في مثلا المجتمعات الإسلامية أو في الكنائس التقليدية. حتى الكنائس التقليدية، الكنيسة القبطية عندها ألحان قبطية خاصة فيها تهليل وتسبيح و اسمه السنج أو السنوج اللي بيستخدموها. دي كلها تعبير عن أخت أماني، لا أعتقد حسب مفهومي إنه في كنيسة لا تبدأ الخدمة بتاعتها بمزمور أو ترنيم. نعم. يعني كل الكنائس بأي طريقة يعني كل الكنائس تبدأ تقريبا اللي أنا يعني كنت فيها تبدأ بمزامير، والمزمور هو أنشودة أو تسبيحة. هي أغنية يعني أغنية روحية، فهو نعم. مزمور يعني أغنية روحية. نعم يعني أنا بجدد دعوتي للي حابب أنه يشوف كيف المسيح يسبح الرب في المجيء إلى الكنيسة. ولكن أيضا أنت قلتي أنه هذا أمر خشوع. الكتاب في نفس الوقت عندما يقول سبحوه بدف ومزمار ورقص، يقول ادخل إلى مخدعك وأغلق الباب وصلي إلى أبيك الذي في السماوات. يعني التسبيح والصلاة ليس فقط في كل الأوقات هو غناء وتصفيق وتسبيح. هناك أوقات المؤمن يدخل فيها إلى مخدعه بهدوء في صمت. نعم. قد ينظر إلى يعني ينظر إلى الفوق، قد بخشوع يغلق عينيه. نعم. يعني الصلاة والتسبيح في المسيحية أمر شخصي جدا. نعم. وفي أمثلة على مختلف الطرق في الكتاب المقدس. الله غير مشغول بكيف، هو مشغول بقلبك. يا ابني أعطني قلبك ولترى أعينك طرقي. إنه التسبيح دائما يبدأ من القلب ومركزه. نعم. الله أمين. مش يبدأ من لا دي ولا صوتي، لكن لازم يبدأ من القلب ويكون مركزه الله ومصدره الله. أمين. عندما نسبح احنا نعطي مجدا لله، نشكره، نحبه، نعبر عن يعني
الأمور العجيبة اللي بيعملها في حياتنا، نعبر عن حب عميق، عن فهم جديد لشخص الله. فالتسبيح يقودك إلى مكان في الصلاة وفي الوقوف أمام الله شخصي جدا. ما فيش حد في الكنيسة بيدخل ويبقى بيبص على اللي حواليه والمسلمين عندهم فكرة مثلا يقول لك أصل أنتوا بتدخلوا الكنيسة وتطفوا النور وكلام، مش حاجة اسمها كده، ما فيش لكن ممكن ندخل اجتماع صلاة فعلا أكيد ونوطي النور ونبقى في حالة خشوع، لأن الكل بيبقى كل واحد موطي راسه بيكلم ربنا أو بنصلي من أجل الآخرين أو بنضع احتياجات الجماعة في الوسط ونصلي من أجلها. فمفهوم عجيب قوي إنه وهو صلاتنا أخت أماني أنت بتعرفي إنه مش ترديد كلمات معينة أو جمل معينة لازم الكل يقولها فالكل واقف بنفس الطريقة بنفس الكلام، لا أنت قلتي ندخل كل واحد يعني يقول طلبته، كل واحد في خشوع شخصي مع الرب ومع الجماعة أيضا. فالمسلم الغير عارف هذا الكلام أكيد لأنه يسمع يعني أمور كثيرة تختلط عليه الأفكار، ولذلك أنصحه وأنصح كل شخص لديه يعني مفاهيم مغلوطة أن يدخل إلى كنيسة بقلب منفتح ويرى هل فعلا الناس تخشع أمام الرب أو هي تفعل أفعال مشينة أمامه، وبعدين يعني يمتحن هذا الشيخ ويحكم. بلاش النقل في موضوع الكنيسة ده، خلينا في العقل المرة دي. بس تحية للأخت مارينا في النقل والعقل. طيب خليني أسألك، يعني إحنا قلنا الأول الإيمان العام غيرك، أنت دلوقتي الإيمان ده كان نتيجته أنك تكوني مهتمة بشعبك بالشكل ده. إيه نصيحتك انتي زوجة وامرأة عاملة وكل ده، ايه نصيحتك لكل امرأة بتربي اولادها النهاردة؟ لانه احنا عايزين نربيهم يبقوا قريبين من الرب، فاهمين ازاي يمشوا طريقهم مع الرب. فالعابرات الجداد، المؤمنات الجداد اللي من خلفية مسيحية ويدوبهم بيخطوا في مفهوم الايمان الجديد اللي هم عايزين يعيشوا يوميا، ايه نصيحتك ليهم في دراسة الكتاب، في تعليم الأولاد وهكذا؟ أكيد أنا كأم عندي أطفال يعني في مختلف الأعمار وامرأة عاملة، أكيد هذا الشيء يعني يأخذ وقت كثير من حياتي. فأعرف مشاكل أو أعرف الظروف التي تمر فيها الامرأة التي في مكاني. ولكن أختي العزيزة، سواء كنت عابرة جديدة أو مسيحية ولكن لم يتوفر لك الوقت في قراءة الكتاب ومعرفة الرب عن من خلال كلمته، يعني أنا أنصحك بأن فعلا تكرسي وقت، حاولي كل يوم تكرسي وقت للصلاة وللكتاب المقدس. الكتاب المقدس أو قراءة الكلمة لا تأتي بدون صلاة طبعا. الرب يريدنا أن ندخل معه إلى خلوة في حجاله، نتكلم معه في صلاتنا ونسمع معه منه من خلال كلمة الله. وأكيد كلمة الله يجب أن تكون أيضا معروضة للأطفال، يعني من الصغر أولادي كانوا يعني كنت أقرأ معهم الكتاب المقدس الذي هو نسخة للأطفال. في كل ليلة نجتمع نحن حتى إذا كانت 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني هذا جزء من الروتين. بعد العشاء نجلس كعائلة نفتح الكلمة ونقرأ ونصلي. ويعني هذه عادة تستطيعين أن تعمميها في حياتك وبعدين تصبح جزء من حياتك، يعني مش مجرد يعني العادة، ولكن أيضا لأنها تكون حاجة تلمس قلوبهم وتعلمهم. أنت بتعلميهم وبتتعلمي. طب خليني أخذ مكالمة ونرجع نكمل. سيد أحمد من الجزائر، أهلا بيك أخونا أحمد، تفضل. نعم أختي، مرحب بيك أخونا. أنا من خلفية مسلمة. أهلا بيك. أنا من خلفية مسلمة وحبيت عندي غي تعليقين برك. تفضل. كي قلتي المسلم كيقولوا باللي أنتوا الإنجيل
بصح ما عندهمش دليل. انا عندي مانيش حاب نناقشك ولا، انا عندي سؤال برك تفضل. بالك تنجمي تبينيه لي. عندنا في سفر الخروج اصحاح 33 العدد 20، اعتقد موسى يقول اراد رؤية الرب وقال له الرب لا يراني انسان ويعيش. وعندنا تاني في سفر سفر التكوين اصحاح 32 العدد 30 على يعقوب لاني رايت الله وجها لوجه. هذا انت شايف ان ده الاستثناء تناقض؟ نتمنى تجاوبوا. ما عبرش انا اذا تناقض ولا كاين تفسير، لاخاطش انا ما سمعتش التفسير تاع، ما نقولكش التفسير تاعنا احنا مسلمين كيف فسروا كتابكم، ماذا بيا انتم ما تفسروه. انا ما فهمتش الحتة دي، بس انا فهمت انك الاخت عايز تقول كلمني عربي شوية. إيه؟ صح، سوري. أنا أريد أن أنا لا أنا لا أرضى بتفسيرنا لكتابكم المقدس، أريد أنتم أن تفسروه مظبوط، لي. اشكرك على ده، اشكرك لان وهذا الاستفسار الأول، معلش الاستفسار الثاني. اتفضل. أنتم تقولون أن أنا يسوع رب، لماذا تقولون؟ لأنه أحيا ميت أم لماذا؟ اوكي، لماذا نقول انه أن المسيح هو الله؟ يسوعكم رب اوكي فقط. اوكي شكرا طيب شكرا. انا احمد، انا بشكرك على سؤالك، بشكرك على المتابعة، الرب يباركك. احمد بيتكلم على نقطة انه في سفر الخروج الرب قال لموسى انه لا يراني انسان ويعيش، وفي انه يعقوب قال انه انا رأيت الله. طبعا خبرة يعقوب مع الله هنا كانت مختلفة، هو شاف رؤية، والصراع اللي حصل بين يعقوب والرب في الوقت ده، فهو شاف صورة من الصور اللي بيظهر بيها المسيح، مش كده؟ في موضوع، فده لا يناقض ده. لا أكيد لا. اوكي، ظهور الله في لموسى، تجلي الله لموسى كان له شكل تاني، لكن هل نرى الله في جوهره في مثلا؟ جوهره، في يعني هناك صور لا نستطيع ان احنا نحتمل رؤيتها، فده ليس تناقض. تفضلي كملي تعالي. بس اكيد كلامك صحيح اخت اماني، بس اكيد الاخ احمد يمكن كان اسمه، اشكرك على أيوة. سؤالك اخ احمد. ولكن الله لانه هو الله فهو لا يرى، يعني إذا أنت روح، روح لأنه روح. الله روح، فالله لا يرى في جوهره. ولكن هذا يأتي إلى الجواب السؤال الثاني، مزبوط. الله تجلى في إنسان، فالله أظهر نفسه في صورة إنسان وهو الرب يسوع المسيح. إذا الله لم يتجلى في إنسان، فأنت يا أخي ولا أنا البشر المحدودين المخلوقين لا نستطيع بأعيننا المجردة أن نرى الله الغير محدود الغير مخلوق. عشان كده الكتاب بيقول أخلى نفسه أخذ صورة صورة عبد إنسان. هذا هو يعني الرب يسوع السيد. المسيح، فنحن نستطيع أن نرى الله في صورة يسوع المسيح. ليه بنقول بقى أن المسيح هو الله؟ لأنه هو الله الذي ظهر في الله صورة الظاهر في الجسد، في صورة إنسان، ولأنه قال عن نفسه أكيد. كده، ولأنه سأل التلاميذ أنتوا من تقولون أني أنا، فردوا عليه كل واحد رده وقال له أنت المسيح ابن الله الحي، مش كده؟ وكانوا عارفين أنه هم شايفين المسيح هو ابن الله. والرب يسوع المسيح يعني عندما أتى في صورة، يعني الله ظهر في الجسد في يوحنا. أخ أحمد إذا تفتح الكتاب المقدس في سفر يوحنا تقرأ من الإصحاح الأول تسمع في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، وبعدين تروح على 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا، فهذا هو تجلي الله في شكل إنسان. ولكن عندما أتى الرب يسوع المسيح على الأرض هو أعلن بأنه الله عندما قال
أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الأول والآخر، أنا هو الطريق، أنا هو الحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الخبز النازل من السماء، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هذه الأمور أعلنها الرب يسوع ليقول أنا هو الكل في الكل. ونحن نعرف سواء كان في الإسلام أو المسيحية أن هو الله الكل في الكل. يعني إذا يوجد إنسان هو الكل في الكل ويقول عنه أنه أنا كنت في البداية والنهاية، يعد هذا عندك كفر أو شرك، ويعد عندنا تجديف. وأنا والأب واحد. واليهود أيضا، يعني عندما قال الرب يسوع المسيح إنه هو ابن الله، إذا تقرأ في الكتاب المقدس يقول إن أحبار اليهود، أحبار يعني هم الفريسين والكتبة والكهنة، أخذوا حجارة وكانوا يريدون أن يرجموه. لماذا يرجموه؟ لأنه قال أنا ابن الله، وهناك عبارة تقول جعل نفسه معادلا لله. يعني في الفكر اليهودي ابن الله هو الله، فاليهود فهموا هذا الكلام. فأرجوك أن ترجع إلى الكتاب المقدس، وأنت سترى جليا بأن الرب يسوع المسيح في إعلاناته عن نفسه وفي أعماله، وليست بس فقط قيامة الموتى، وفي كل الأمور التي فعلها، هو الله الذي تجلى في شكل إنسان لأستطيع أنا وأنت أن نراه، ولا يأتي في هذا الجسد ويخلصنا من الموت الأبدي ويموت كفارة الذبح العظيم من أجلي وأجلك. عايزة أشارك آية من سفر الأعمال بيقول كده: فاسهروا إذن على أنفسكم وعلى جميع القطيع الذي أنا أسفة ما كنت شايفة عيانكم بينه الروح القدس نظارا لترعوا الكنيسة، كنيسة الله التي اشتراها بدمه. يعني أنه الله اشترى بدمه هذه الكنيسة اللي هو دم يسوع المسيح. أمين. دي شهادة أخرى على أنه المسيح الله. فهو مش مسألة أن المسيح عمل معجزات فقلنا عليه أنه الله، لا. هو الكتاب المقدس بيقول كده أنه الله، أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وأنه الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وأنه الله اشترى الكنيسة بدمه اللي هو دم يسوع المسيح. هناك إثباتات وآيات كثيرة عديدة جدا تعلن أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. وإحنا مش بنتكلم عن إلهين، إحنا بنتكلم عن إله واحد، لأنه الله لا يتجزأ. وده إثبات آخر أنه يسوع المسيح لا يمكن إلا أنه يكون إله، لأنه الله لا يتجزأ. أحمد، أنا سعيدة بسؤالك، وممكن نكمل كمان نرد على بعض أسئلتك، يمكن على الخاص. لو أنت لسه بتسمعنا اتصل تاني أو اكتب لي علشان نقدر نشوف نكمل معاك المتابعة والرد على بقية أسئلتك. أشكرك يا سالي. دي عينة من الأسئلة الحلوة. ده سؤال ممتاز، لكن دي عينة من الأسئلة ومن الأكاذيب اللي وضعها الشيطان، إنه يقول الكتاب فيه تناقضات. وهو جاي لك جلي، يعني قال لك أو ده تناقض واضح مثلا بالنسبة له. إيه تاني أثبت لك أنت إنه الكتاب ما فيهوش تناقضات؟ أنا كان يعني أنا أتفهم أسئلة أو يعني الهدف من الأسئلة، لأن الأخ أحمد يعني بيسأل بدون ما ربما يفتح كل الكتاب ويقرأ اللي سمعه. فأكيد في يعني سواء عندما تسمعين أمور مختلفة أو لا تقرأين الكتاب المقدس بانتظام أو بشكل شامل، أكيد رح هناك يكون أسئلة، وهذه الأسئلة رح تبين كأنه في تناقضات. هو شكل شامل دي هي المهمة، لأنه المسلم دايما بيقرأ جزئيا، لكن الكتاب هو خط واحد من البداية للنهاية. خليني أخذ المكالمة اللي معنا. أسماء من فلسطين. الخير، مساء النور، أهلا بيكي أختي، تفضلي. أهلا فيكي. أنا من مدينة بيت لحم. أهلا بيكي. أهلا فيكي. أنا مسلمة ولكن عندي سؤال. تفضلي. ما بعرف، أنا بصراحة يعني مو كتير حضرت البرنامج، بس عندي فضول إني أسأل هذا السؤال، لأني دائما بسأله وما في جواب. تفضل. يعني ما يقنعني، وممكن أنت هذا السؤال نسأل كتير وجوابت عليه، بس أنا حاب توصلني إجابة مقنعة تقنعني. حاضر. نديكي إجابة كتابية. تفضلي.
لا، في مدينة بيت لحم، مدينة السيد المسيح، انت بتعرفوا يعني. عندنا هون كتير محلات تجارية فيها التمثال، تمثال لسيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا مريم. هلا أنا بالنسبة لي كمسلمة، كل الأنبياء لهم مكانتهم العظيمة يلي ما بيتشبهوا بتمثال. أنا بالنسبة لي، فأنا كتير بزعل صراحة إنه سيدنا عيسى عليه السلام يعني هو أعظم بكثير من تمثال حجري في محلات وأسعار كثير قليلة جدا، يعني بغض النظر حتى لو كان سعر غالي. اوكي، فهمت سؤالك يا أسماء. اوكي، كملي لو عندك نقطة تانية تضيفيها. ليه بيظهر صورة السيد المسيح في شكل تمثال، وهل ده إهانة لشخص السيد المسيح ولا لا؟ ايه تاني يا أسماء؟ ثاني انه هل انه يعني انتوا فعليا كيف عرفت يعني كيف الشكل انه هل انتوا مقتنعين انه هذا الشكل فعليا لسيدنا عيسى او مريم؟ طيب، لا شو لا الهدف؟ يا بس اوكي، انه فهمت قصدك. شغلة ثانية انه انا صار مرة نقاش بيني وبين صديقة لإلي، وانا عندي اصدقاء مسيحيين وبحترمهم جدا، ولكن هي بتقول انه نحن عندنا بالدين المسيحي مو معناه انه المسيح هو الرب، لا هو يعني انه الله اله واحد، لا وانه استني، المسيح مش صاحبتك المسيحية قالت لك كده؟ قالت هيك، اوكي، قالت لا انه معلش سوري، هي غلطانة. اوكي بصي اسمع، خليني، انا سعيدة بمكالمتك وسعيدة بأسئلتك، وحابة ان انا افضل على تواصل معاكي. من فضلكم خدوا رقم تليفونها، انه مش هيكون عندي وقت كافي ارد على كل الأسئلة، فاضل يعني وقت بسيط خالص. بس عايزة أرد على موضوع التمثال والشكل والسيدة العذراء. هقول اللي عندي وكملي يا سالي. تفضلي. يعني بصي، لو شفتي في ثقافات كثيرة يا أسمى، هتلاقي إنه في صور مختلفة لشكل تمثال المسيح او صورة المسيح او السيدة العذراء. لبس مختلف، شكل الجلد، الوش غامق شوية فاتح شوية، ده تصور انساني للشكل، وده لا يعني ان احنا نعبد هذه الصورة او نعبد هذا التمثال. وده خلط شوية ما بين التقليد والثقافة والكتاب المقدس، لأنه الكتاب المقدس ما بيتكلمش على التصوير ولا عدم التصوير، بالعكس الكتاب المقدس بيحذرنا إن احنا ننظر إلى تماثيل فنجعلها آلهة وثنية. وثنية. وده لا يعني إنه تماثيل المسيح اللي انت بتشوفيها إله وثني بالنسبة لنا أبدا، بالعكس. أنا عندي صورة خشبية من بيت لحم من لوجه المسيح بحبها، لكن هل أنا فاكرة إنه ده وش المسيح بالتحديد؟ لا طبعا، هو ده تصور إنساني. وكمان مثلا كان في الكفن اللي بيتقال عليه كان لقوه للمسيح، ده قالوا إنه كان عليه صور أو شبه صورة وجه المسيح، فده احتمال يعني، ما هوش شيء بالتحديد يقول لك ده شكل المسيح. وده عقائديا ما بيهمناش، ولا هو يقلل من شأن المسيح. احنا قدامنا 5 دقائق بس باختصار أشكرك أخت أسمى على سؤالك، وهو سؤال يعني معقول جدا ومشروع، وأنا يعني تكلمت عليه كثير في برنامجي امتحن الأرواح. أولا قلتي بأن يعني في بيت لحم هناك أمور تجارية كثيرة. أكيد الرب يسوع المسيح عندنا مثال عندما دخل هيكل أورشليم وشاف ناس بتبيع وتشتري وتغير العملة النقدية
سمعنا أنه قلب الموائد وطرد الصيارفة وباعت الحمام، فهذا يعلن رفض الرب يسوع المسيح في إيجاد هذه الأمور في الهيكل. أما بنسبة التجارة هذا شيء ربما يعني هم الناس الذين يفعلون هذه الأشياء هم يستطيعون أن يجيبوا، ولكن المفهوم بأنك أنت تبيع وتشتري في هيكل الله مفهوم أو كلام الرب يسوع يرفضه. أما بالنسبة للصور أو التماثيل، الكتاب المقدس واضح وضوح الشمس في سفر الخروج، الرب يعطي وصية بأنك لا تصنع لك تمثالا ولا صورة مما على السماء مما فوق في السماء وتحت الأرض، ولا تعبدهن ولا تسجد لهن ولا تعبدهن. يعني إذا شخص وضع صورة ربما هو يعتقد أنه صورة المسيح، هذا ليس شيئا يعني يكفره، ولكن عندما يضع الصورة ويسجد لها ويعبد وربما على أنها صورة نفسها أو لا. أنها المسيح نفسه، فهذا أمر كتابي يعني يرفض هذا الأمر تماما، لأنه يجعل من هذه الصورة نوع من الإله. والسجود والعبادة في الكتاب المقدس وليس في تقليد البشر ولا في الأمور الممارسات التي أنت ممكن كنت شفتيها ولكنها خاطئة. السجود والعبادة هي لله وحده في ثالوثه الآب والابن والروح القدس. لذلك نحن نسجد للرب المسيح فقط لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. مظبوط، ده شرح يعني في وافي وكامل جدا. لكن خليني أقول إن إحنا لا ندين اللي بيحطوا صور ولا ندين اللي بيعملوا تمثال إذا ما كنتش بتعبده، دي مش مشكلتي. لكن أيضا عايزاك تفكري من الناحية الإسلامية يا سما، إنه إحنا تعلمنا في الإسلام، أنا من خلفيتي إسلامية، إنه تعلمنا في الإسلام ما تصورش ده وما عشان ده حرام، لأنه هذا النبي منزه عن الصورة والشكل وكلام من ده. الكلام ده حط أكاذيب في ذهننا. هي كل الفكرة إنك لا تعبدي شيء جنب الله، ولكن المسيح نفسه أخذ صورة عبد، صورتك أنت كإنسانة، وجي علشان يفديكي أنت. فيعني خلي ده في ذهنك. سالي، إحنا قدامنا دقيقتين، أنا عايزاكي تصلي بلغتك الأم من أجل إخواتك ومن أجل السامعين ومن أجل حلقة النهاردة، أن الله يستخدمها كبركة للكثيرين. أمين أمين. طيب، بابي شميانة وآلهي وباروقي مشاكور خنرابة يا ماري سببي قبي يوتلي أي برسات اتكليان قمرابة ناشا وأمرا كما إيوت قبارة كما إيوت باروقة كما إيوت مرخمانة وخبانة شاكور خن يا بابي قا كل بني من التي أتورايا دينا بشماي إديو وكلدايا دينا بشماي إديو بطلابي ون منه يا ماري دخت قرخ بلبي واللي بترابه منن الدقرت بلبواتيه وشوقتلن خزيلوخ كماوت شابيرا ودير الخبرخ ودير الدشراره دي لقو خبرخ سبب او ايله شراره اتي منرخ يا ماري ببوم دمارن اي شوم شيخ مقادش لن قشراره هم زمانخ شراره اينا مسابوين كل بني من التي دينا بش ما يقو إداتوخ أن خيلانه بشمد برونوخ اي خدايا مارن اي شوم شيخ مصلو يوان. أمين أمين. سالي بشكرك على وجودك معايا. أشكرك جدا. والنهاردة زال أنك وجودك حفز المشاهدين يسألوا الأسئلة، فأنا سعيدة بأحمد وسما وكل اللي كانوا منتظرين على التليفونات. بشكركم وبصلي من أجلكم، بصلي أن الله النهاردة يستخدم الحلقة دي أنها تكون واقفة في حياتك أنت وحياتك أنت، وتقول يا رب أنا إيه اللي أنا محتاجة أبحث عنه، محتاجة أعرف منك أنت مصادر التعليم والفهم والحق. الكتاب المقدس هو المصدر الحقيقي لمحبة الله ومعرفة الله ليكي، فما تخافيش أنك تفتحي وما تخافش أنك تدرسه وما تخافش أنك تسأل الله. الرب يبارككم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج المرأة المسلمة. إلى اللقاء.